قوة الدولار تؤثر على البلدان كافة مع استمرار هيمنته على التجارة والتمويل الدوليين. صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عنه مؤخراً يؤشر على أن الدولار ارتفع منذ بداية العام بنسبة 22% مقابل الين الياباني و13% مقابل اليورو و6% مقابل عملات الدول النامية، وفي حين تراجعت حصة الولايات المتحدة في صادرات البضائع من 12% إلى 8% في العشرين سنة الماضية، لا يزال الدولار محتفظاً بحصة نسبتها 40% من التجارة الدولية. وبالنسبة للعديد من البلدان التي تكافح لخفض التضخم، فإن ضعف عملاتها مقارنة بالدولار جعل المعركة أكثر صعوبة، فارتفاع العملة الأمريكية 10% يعني زيادة التضخم 1%. صدى ارتفاع العملة الخضراء يتردد اليوم في الموازنات الحكومية، فحوالي نصف القروض وسندات الدين الدولية مقومة بالدولار الأمريكي. ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية تم تشديد الأوضاع المالية إلى حد كبير في العديد من البلدان، لكن ذلك لم يحل دون ضغوط الديون السيادية المتنامية. وضمن هذه الأجواء لجأت عدة دول في الأسواق النامية والصاعدة إلى الاحتياطيات لتدعيم عملاتها، ما خفض قيمة هذه الاحتياطيات أكثر من 6% بنهاية تموز الماضي، مع 5 زيادات سابقة لأسعار الفائدة وقرارين آخرين متوقعين حتى نهاية العام، مزيد من الزخم يكتسبه الدولار القوي، فيما تبقى الدول النامية تترنح بين عجوزات تجارية متزايدة وديون سيادية متفاقمة وتضخم لا يتراجع.